وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. بعد الثناء على الله بما هو أهل، سأل الله عز وجل أن يصلي وأن يسلم على نبيه. والصلاة من الله على خلقه ثناء في الملأ الأعلى، والصلاة من الخلق دعاء. وقد شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في مواطنها أي مواطن الوجوب، فقيل هي مشروعة في كل وقت، وقيل هي واجبة عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام وهو الصحيح، وقيل أنها تجب في العمر مرة أن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن للصلاة والسلام عليه مواطن تجب فيها عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر أن البخيل من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ، فأكمل صيغها هي الصلاة الإبراهيمية التي تقال في الصلاة، وكذا ما جاء في الأذكار أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فينبغي أن تكون بهذه الصيغة. ثم درج العلماء على اختصار هذه الصيغة عند ذكر اسمه عليه الصلاة والسلام في الدروس، وأن يقال صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام وغيرها من الصيغ المختصرة. وأنكر العلماء أن يذكر بعد اسمه صلعم أو صاد، فإن هذه ليست من الصيغ التي عليها العلماء، وإنما تسربت إلى المسلمين من بعض المستشرقين الذين كانوا يكتبون أمام اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرموز. وسئل الإمام أحمد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الكتابة، فأذن في عدم كتابتها إذا كان إذا ذكره يصلي عليه، وهذا من الفقه، لأن الواجب ليس كتابتها، وإنما الواجب هو أن تقال عندما يذكر عليه الصلاة والسلام. ولكن لما كثر في الناس الغفلة والسهو، فاستحسن أهل العلم أنه إذا ذكر اسمه في الكتب أن يصلى ويسلم عليه عليه الصلاة والسلام، حتى يكون في هذا تنبيه للناس، وحتى لا يهجر ولا تهجر الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام.